دشنت وزارة الصحة برنامجا إلكترونيا مطورا للتقصي الوبائي يهدف إلى تسهيل وتسريع عملية تقديم المهنيين في الرعاية الصحية المؤهلات الضرورية بل المعلومات الضرورية عن الأمراض المعدية، وذلك من مختلف الجهات الصحية إلى إدارة الصحة العامة في الوزارة. نعم، وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد عبد المجيد العوضي مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة. أهلا بك دكتور في نشرة الأخبار، ولو تطلعنا بداية على أهم أهداف تدشين هذا البرنامج الإلكتروني المطور، وما هو الأثر المنشود من تدشينه؟ السلام عليكم ويعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. طبعا البرنامج هو بيسهل عملية التبليغ عن الأمراض اللي موجودة في جميع المنشآت الصحية في مملكة البحرين. احنا من فترة ومن زمان يعني هذه الأمراض اللي نسميها الأمراض اللي يوجب عليهم التبليغ عنها يبلغون عنها بشتى الطرق، لكن احنا ارتئينا على ان يكون في برنامج واضح ويسهل عملية التبليغ، وهذه القائمة من الأمراض يدخلونها في هذا البرنامج. لكل منشأة صحية يكون له لوجن أو مفتاح دخول يدخل هذه المرض المعين بالمعلومات اللي موجودة ويوصل لنا بشكل تلقائي. فلما احنا يوصلنا بشكل تلقائي هذه يسهل العملية وبيسرع العملية، وبيكون عندنا منظور كامل أو رؤية تامة واضحة عن الأمراض المعدية اللي منتشر في مملكة البحرين، وهذه يسهل علينا عملية اتخاذ القرار، بيسهل علينا عملية اتخاذ التدابير اللازمة الوقائية لهذه الأمراض أيضا. فالبرنامج إن شاء الله راح يساعد ويسهل على هذه العملية، عملية التبليغ وعملية اتخاذ القرار من صوبنا إحنا أيضا. نعم الدكتور محمد عبد المجيد العوضي مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.